كمان امبارح حمدي فتحي طبعا لازم نديله كريدت وانه جاب هدف كويس جدا ويمكن من افضل الاهداف في الموسم ده، وعنده دايما بيضيف حل فكره التصويب من بعيد، تصويبات من بعيد دي دايما حمدي فتحي زي ما احنا شايفين على الشاشه كده بيضيفها للنادي الاهلي وبيطمن الحقيقه جماهير النادي الاهلي على نص الملعب في الفريق ده. يعني فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا 11 نقطه علشان نحسم الدوري تماما. لو تقريبا المباريات اللي جايه وصلحوا لي لو انا مش صح، حرس الحدود يوم الاثنين، وبعدين عندنا الاسماعيلي وعندنا الاتحاد ومصر المقاصه. ما فيش حاجه اسمها مباراه سهله، مباريات كلها مهمه، مباريات كلها بنجهز لها بشكل كانها المباراه الاولى والاخيره، كانها مباريات كؤوس، لو خسرنا هنطلع بره. فيش حاجه اسمها مباراه سهله، لازم الحقيقه نبقى مركزين كويس قوي، وده اللي فايلر اكد عليه انه اللعيبه مركزه كويس قوي، وان هو بيلعب مباراه بمباراه، وانه كل ماتش اهم من الماتش اللي قبله، وان ال 11 نقطه دول يعني خلاص احنا باذن الله طبعا حاسمين الدوري كمان.